تزامنا مع احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي للبيئة، أعلن المجلس الأعلى للبيئة ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات بدأ مملكة البحرين بالعمل على مشروع إعداد القائمة السوداء لأنواع النباتات والحيوانات الغريبة الغازية. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، قالت إن البيئة عامل مهم في الحفاظ على الآثار وضمان استدامتها، مؤكدة أن الإسهامات البارزة لمملكة البحرين في التغلب على التحديات البيئية العالمية تعود بالفائدة أيضا على حفظ الآثار والتراث الإنساني ككل. من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن احتفاء مملكة البحرين باليوم العالمي للبيئة يجسد التزام المملكة بالتعامل مع قضايا البيئة العالمية، منوها سعادته إلى جهود الشركاء في تنظيم ورشة العمل الوطنية لإطلاق مشروع إعداد القائمة السوداء لأنواع النبات والحيوان الغريبة الغازية. فيما أعرب السيد ياسر الشريفي رئيس مجلس إدارة معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات عن اعتزازه بريادة مملكة البحرين خليجيا في إطلاق مشروع إعداد القائمة السوداء لأنواع النبات والحيوان الغريبة الغازية، مؤكدا حرص المعهد على بذل الجهود اللازمة لتنفيذ نشاطات المشروع بالتعاون مع الشركاء والخبراء. طبعا احنا في مملكة البحرين بالنسبة لنا الأنواع الغازية أنواع خطرة جدا، يمكن نحتاج نبين أكثر بشكل أفضل. اليوم أي شيء بيجيك من الناحية الفطرية سواء طير سواء سمكة من مكان غير مملكة البحرين والخليج اللي موجود عندنا ممكن يأثر سلبيا، أي نوع من الأسماك قد تاكل أسماكنا اللي موجودة، أي طير ممكن يذبح للطيور اللي عندنا موجودة، فكل بيئة تحاول تحافظ على طبيعتها. عشان كذي احنا سوينا قائمة سوداء شنو الطيور أو الأسماك اللي قاعد تأثر على بيئة مملكة البحرين، أو قاعد تكون شنو الأشجار اللي ممكن تأثر. طبعا اليوم نحتفل باليوم العالمي للبيئة، والهدف من ورشة اليوم هي الوضع الخطة لوضع الخطة لدراسة القائمة السوداء، وذلك لمنع الأجسام الغريبة والحيوانات الغريبة الغازية من حظر دخولها من لمملكة البحرين. هاي طبعا احنا اليوم في البحرين نحتفل ان كنا اول دولة خليجية تعمل على وضع القائمة السوداء، والهدف منها حماية الموارد الطبيعية الموجودة في مملكة البحرين.